Rüzgar esip geçer, kırıp döker benim bütün dallarımı. Zaman akıp gider, acımadan soldurur allarımı. Bir küçük goncayı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Bir küçük boncuğum ahımı kime desem, bülbül bile çoktan kesti feryadını figanını. Deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. Hadi vur deli rüzgar yine vur, sana dur demem. Bıraktığın her istenimde farklı bir desen. يلي ما بيصبر وبيتحمل عم صيبته رح يتعب كتير بحياته. يعني مثلك انت هلأ تحملتي وما رديتي عليها. ان شاء الله نقدر نصبر ونتحمل على طول. بس امي زعلت كتير. وابوكم كمان زعل كتير، حتى انه زعل مرتين، مرة من شانكم انتو ومرة من شان امكم. ماما وانا رح اطلع مع ياسمين، ما بدي اتأخر على الشغل. ماشي لكن روحوا لوصلكم على الباب. خلص خلص لا تقومي، بتصل فيكي بعدين. عادي اتصلي فيني حبيبتي. مع السلامة. يلا بخاطرك. مع السلامة. أمير حكالي كل شي، والله زعلت كتير عليكم. رجع كل شي مثل ما كان؟ رح يرجع إن شاء الله، تاخد مصاريها وبتنقلع. أمير رح يجي اليوم على الورشة ليشوف تسجيل الكاميرات من شان موضوع السرقة، ما هيك؟ وأنا مبارحة كنت رح شوف أمير بس أبي كشفنا. لا طيب شو صار؟ حقد علينا كتير. إن شاء الله بتتجوزوا عن قريب، والله قلبي احترق عليكم. لولا قصة هالسنة كنا تجوزنا، يعني كنا هربنا، بس مضطرين نستنى ليتسكر الدين، وإلا رح ترجع المشاكل على عيلتكم. يا ريت لو بيطلع بإيدي شي. أنا مضطرة أروح على الورشة، رح أركب بالباص من هون. بترجاكي لا تزعلي، مبين مانك مبسوطة. ياسمين، كان في جمعية خيرية انضمينا إلى مرة. مزبوط، هالجمعية كانت عم تساعد الفقراء بكل العالم، ما هيك؟ إيه. أنا مضيعة رقم التليفون تبعهم، ممكن تعطيني إياه؟ في عندي أمانة، لازم سلمها للجمعية. هالشي بيسرني، ببعت لك الرقم رسالة، ماشي؟ يسلموا. يلا بخاطرك. مع السلامة. ياسمين وينك انتي؟ راجعة على دار العجزة؟ يا سيد الله يخليك، ممكن تنزل هالبلور شوي؟ بدي امره لعندك. الله يخليك، حسنة لهالولد هاد. رح اشوف الكاميرات. أنا بترجاك لا تكسر بخاطرنا، أنا ما بدي أطلب كتير بس يلي بيطلع من خاطرة، مشان الله حق رغيف خبز كرمال هالطفل الرضيع. بترجاك استني شوي ياسمين، شحادة عم تشحد مصاري من موظف دولة، نحن عم نهلك لحتى ننظف كل الشوارع منه، بس كل يوم بيكتر وأكتر. لك صرعتيني، شوفي. ألو أمير، أنت ما عم تسمع صوتي؟ أمير، أمير شو صار؟ أمير
خدي هدول وسكري تمك. شكرا. هي هي السيارة. ايه شو بدي ساوي بهالسيارة؟ بدي منك تتخلص من هالسيارة فورا، لأنه استعملناها لشغلة صغيرة. عم تفهم علي؟ سيارة مطلوبة، خليها توقع من فوق الجبل لتحت، بدي اياها تنعجن. يلا فرجيني حالك. يلا. العمى وصرنا موظفين عند المافيا هلا، ما في احقر من هيك. لك يا حيف عليك يا سار، معقولة توصل معك لهون؟ اوه فريدة خانم، الحمد لله على السلامة. والله منيح اللي شرفتي اخيرا. ما بتعرفي انه الوردية هلا رح تخلص؟ لاني ما حضرت الجنازة، رحت على المقبرة، لازم اعمل واجبي اتجاهها. بس للاسف انا ما بتهمني مشاكلك الخاصة بالمرة، هي الورشة في إلى قواعد للشغل، ومن واجبي أقسم لك أجرة نص يوم. عم تستني شي حدا؟ كان رح يجي ابن حماي ليشوف تسجيل كاميرات المراقبة. ليش؟ بده يحاول يشوف مين يلي حط المصاري بشنطايتي. ايه يجي ليتبين الحقيقة، لازم ينكشف مين يلي لعب هاللعبة وينفضح قدام الكل كمان. إن شاء الله، بس اتأخر كتير. عم بتصل بأمير مبين، ما سويت له شي؟ ما انت ما غلطت معه؟ ما والله يا بنتي انا لا رجعت بكلامي ولا غلطت مع حدا بنوب. بابا انا ما سويت شي لحدا، بلكي شي حدا من دمه ولحمه يلي مساوي له شي. انت شو بتقصد بهالحكي؟ ماني اقصد شي بحكي، بكره منعرف كل شي، بس هلأ ما بعرف اي شي عن امير وما بدي اعرف عنه شي. بعدين انت شو مفكرة حالك لحتى جاي عم تحاسبي ابوكي؟ ألو، جمعية الأمان والتوفيق، فيني أحكي مع المسؤول بخصوص التبرع بمبلغ؟ أي صباح الخير حضرة المدير، أنا بدي أتبرع عندكم، أيمتى فيني راجعكم؟ 750,000، بدكم شي وراء؟ ماشي، بكرة كتير بيناسبني. مع السلامة. لولا قصة هالسنة كنا تجوزنا، يعني كنا هربنا. شو فيني ساوي؟ إيدي مربطين، بس لازم ساوي أي شيء لدبر المصاري.
شو؟ استغربتي لما شفتيني؟ شو منساوي؟ هيك الوضع. ما رح أتحرك من هون لحتى أخذ كل المبلغ، يعني 250,000 ليرة. ما رح تتخلصي مني بهالسهولة، وخبرتك من قبل. أي مزبوط خبرتيني. لما بدكن ياني تصيري شريكتنا، ولما ما بدكن ياني انقلعي. شو مفكريني إني لعبة عندكن؟ لا تقلقي بالمرة، لحنا منعرف منيح شو هالإنسانة اللي قدامنا. ألو ياسمين؟ لا ما إجا على المشغل، استنيته وكمان ما اتصل. خلص اهدي شوي، أكيد صار عنده شغل. رح أتصل فيكي بعدين. ايه هون الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية، يرجى محاولة الاتصال لاحقا. اوف يا موبايله مقفول، انا شو بدي ساوي هلا؟ لا تفكري بشغلات سيئة فورا، بلكي طلعت له شي شغلة. اتصل ببيته يا ترى؟ لا يا بنتي لا تتصلي بأهله مشان ما يتوتروا ويقلقوا على الفاضي. استني شوية تانيات. ليش هالسيارة تقيلة هيك؟ شوف انت لوين وصلت يا يسار. وهي خلصت هالشغلة، لازم اختفي. ما أعطيت المصاري اللي هديك البنت؟ ليش رجعتهم معك؟ ما أخدتهم، بدك كل المبلغ دفعة واحدة، ما قبلت تأخذهم بالتقسيط. طيب من وين بدنا نجيب كل هالمبلغ؟ صار لنا كذا أسبوع عم نشتغل وهلكنا لحتى جمعنا هالكم ليرة. ماما صدقيني هدول بدهم شهور لحتى يدبروا هيك مبلغ، ونحن منضل ماشيين على طريقنا. مثل ما هن ندمروا عائلتنا وحرقونا، نحن لازم ندمر عائلتهم ونحرقهم. بس بالأول لازم يكون حساب أمها كتير كبير. تهجمت علي وضربتني. فكرك رح يضل المجرم اللي ضربك بلا عقوبة؟ استني علي، أنا عندي خطط كبيرة لهديك اللي اسمها جنان.
رح يكون حسابك كتير كبير. بدي أعلمك كيف بتسرق جوزي مني وبتخلي بنتي تكبر بلا أب. ما فيني ساوية، ما فيني أعطي المصاري. دخيلك يا رب، هدول المصاري أمانة عندي. ماما أنا بدي أسألك سؤال. اسألي بنتي. شوفي، الآباء بيبكوا شي؟ الأبهات بيبكوا؟ إيه بابا عم يبكي، أنا شفته. شرف، شبك حبيبي؟ نحن بدنا شو لحتى نجمع هالمبلغ؟ كيف رح اقدر اتحملها بخلقتي شهور؟ بدي اقول لك على شغلي. شو؟ الخالة مقبولة قبل ما تموت، خلت معي مبلغ أماني. ايه لشو؟ مشان عمل الخير. طلبت مني اتبرع فيه لجمعية خيرية، وهالمبلغ كبير كتير. أنا محتارة كتير هلأ. ايه 750,000. شو؟ 750,000؟ بالضبط. ومن لك هالمبلغ؟ بايعة كم قطعة أرض، وأنا عم قول لحالي إذا عطيتكن ياهن يعني مثل دين، منكون خلصنا من غالب ومن منار كمان، وبعدين منجمع هالمبلغ للأمانة. أساساً لو كانت لساتها عايشة وعرفت بوضعنا هاد أكيد كانت رح تساعدنا. ايه مزبوط كلامك، المرحومة كانت تحبك كتير وما رح ناكلهم عليها. فريدة، هالحل كتير منيح، هيك بنكون خلصنا من مشاكلنا. بس لازم نجمع المصاري بأي طريقة. المرحومة أمنتني بالمصاري وعطيتها وعد قدام ربي، وأنا مستحيل خون الأمانة، وإذا ما دفعناهن بموت، عذاب ضميري بيذبحني. لا تقلقي من هالناحية بالمرة، هذا دين برقبتنا. شرفي، 250,000 ليرة، فيكي تروحي. خود هاي القلم. Thank you.
أنا صار لازم أروح، ما بدي أتأخر، بشوفك بالبيت. ماشي حبيبتي. ياسمين؟ أختي فريدة، لهلأ ما عرفت وين أمير، أنت شفتي مبارحة شي؟ لا، ما إجا مبارحة على البيت. أوف، والله حاسة حالي رح جن، طيب وين بده يكون؟ حتى اتصلت بالقسم بس ما في حدا بيعرف وينه. يا ربي، وأنا كمان قلقت عليه. معقول يكون صاير معه شي؟ والله أنا خايفة كتير. رح اتصل برفيقه وأسأله. إذا عرفتي شي خبريني كمان. أي ماشي، بتصل فيك يا حبيبتي. أنا بدي روح. نحن اتنين تعبنا ساوينا هالمشتل هيك، في إلي ذكريات حلوة فيه، كتير بيضايقني اتركه وروح. لو اشتغلتي مثل العالم ما كنتي وصلتي لهون. ايه بس أنا كنت معك على الحلوة والمرة بهالمشتل، وكرمال خاطر العشرة بدي اياك تضل تتذكرني، وأنا رح أتذكرك على طول. وهلأ بتمنى لك السعادة. بس لسه ما استعملنا كل خططنا يا شرف بيك. سليم، آسفة يمكن زعجتك بهالوقت. موبايل أمير من مبارح مقفول، ما عم بقدر أعرف وينه. يا ترى أنت بتعرف شي عنه؟ ما شفت الضابط أمير اليوم، وحتى ما أجا على القسم. بجوز يكونوا عاطينه مهمة سرية. انت لا تشغلي بالك، اول ما اعرف شي بتصل فيكي. تمام. امي، هدول دبروا المصاري. شو بيعرفني؟ هلأ جابون وزدتون بوشي. يعني السيد شرف قلعني برات المشتل، شو بدنا نساوي؟ طيب خلص منشوف. منروح بكرة ومنرجع دين غالب، وقتها منقدر ناخد نفس. يعني أنت ما رح تخبر بابا؟ مستحيل يقبل باللي عم تساووه. لو عرف إنه هدول أمانة وبدنا نعطيهم لغالب ومنار، صدقوني لحتى يهد الدنيا كلها فوق راسنا. بس هلأ ديننا قدام رب العالمين وبس. في ناس محتاجة عم يستنوا هدول المصاري. نحن ما رح نرتاح لنبعت لهم المصاري، رح نرجعهم، ما هيك شرف؟ بوعدك إني رح أشتغل أكتر ورح أجمعهم بسرعة ونتبرع فيهم. أنت لا تقلقي. أخ يا مقبولة، أخ قديش صديقة وفية، حتى وهي بأبرة ساعدتنا كتير. تعالوا على الصفرة يا أولاد. أمي الصفرة جاهزة يا خانم؟ إيه جاهزة، تفضلوا عدو. يلا صحة وهنا. أخ يا مقبولة، تفضل. بابا وينه أمير؟ مبارحة ما اجى على البيت، ما هيك؟ بيكون في عنده شغل كتير. وياسمين ما قدرت تحكي معه، قلقانة عليه. قلقانة عليه؟ وشو دخل فيه؟ طلعي ليكونوا لساتهم عم يتقابلوا. ايه عم يتقابلوا. طلعت لزقة عن جد. يلا اتصلوا فيه خلينا نعرف وينه. انا رح اتصل بعمي. التليفون على الطاولة ابني. يا الله شر، ما حرقت لي تمي. انفخي عليها شوي. على مهلك، لا تستعجلي. انفخي. عمي قافل موبايلي او خارج التغطية. استغفر الله.
عود هون حبيبي. يلا تفضلوا صحة وهنا. أنا حامل، خلينا نلتقي بسرعة. شو صار ابني؟ ليش اصفر وشك؟ اجاك خبر سيء؟ شرف، شو اللي صار؟ امبارح بعثت لك رسالة ما شفتها؟ شفتها. كتبت لك إني حامل، ما قريتها؟ مفهوم. إيه منيح اللي فهمت، يعني مانك مهتم بالموضوع؟ والله أنا هلأ قدام بيتك بالضبط، وبعد شوي رح أجي لعندكن على البيت وأحكي كل شي لأهلك، بلكي هن بيهتموا أكتر. لوين رايح؟ لسه بكير كتير عالطلعة. ايه في شغلة لازم حلها، يلا خاطري. حقيني انت شو عم تساوي هون؟ ليش اجيتي؟ ايه كنت مضطرة اني اجي، بس في عنا اتفاق مع أبوكي ولا نسيتي؟ مو ناقصنا أي مشاكل هلأ. ما عم بقدر أحكي مع أمير. مع أمير؟ بيكون بشي مهمة. بعدين أنتوا لساتكن عم تتقابلوا؟ إيه تخنتيها؟ إيه خايفة كتير بابا يساوي شي معه. العادة تقابليه. انتي لوين بدك توصلي ولك؟ لك اتركني عم توجعني. لك صرتي بلوي على راسي، شلون بتجي على بيتي؟ امشي. شرف تعي معي. استنى اسمعني شوي. شرف امشي. استنى اعمل لك. رح نطلع من الحارة ورح ورجيكي كيف تجي على بيتي. عمو شرف الطاقية. الآباء والأبناء كانوا يصلوا جنب بعض بهذا المكان. بهذا المكان باسطنبول كانوا كلياتهم يدعوا لربهم. وهالآباء والأبناء كانوا إيد بإيد من دون ما يرفلن جفن. صاروا شهداء فداء لهذا الوطن. وينو أمير؟ يسار، شرف، جاوبوني يا أولاد. وينو أخوكم الصغير؟ كان نصيبك ثلاث أولاد، قدرت تقوموا بواجبك كأب تجاههم؟ قدرت تخلي ثلاثة مع بعض؟ وينو أخوكم أمير؟ يلا جاوبوني. أمير 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 رد علي، وينك يا ابني؟ خير إن شاء الله، شو صاير؟
والله شفت منام بشع كتير. خير إن شاء الله. حكي لي شو شفت. أنا بشوف مين؟ إن شاء الله يكون أمير. أهلين، تعالي فوتي. أنت لا تزعج حالك كل هالقد. هي ليش إجت لعنا؟ وليك بنتي أبوكي ما نبهك إنه ما عاد تجي على هاد البيت نهائياً، آه؟ ليش إجيتي لعنا؟ أنا آسفة بس كنت مضطرة أجي. أهلا وسهلا بنتي، عادي. ما عم بعرف وينه أمير. ليش ما عندك شغلة غيره؟ آه؟ يمكن عنده شيء مهمة سرية كتير مشان هيك ما في خبر حدا. لا مو هيك، نحنا كنا عم نحكي مع بعض بس فجأة انقطع صوته. رجعت اتصلت فيه مرة تانية بس ما رد، ومن وقته وأنا عم بتصل بس عم يطلع مقفول. ايه حاجة تتصلي فيه؟ نحنا ما قلنا لكم ما عاد تشوفوا بعضكم ولا تحاكوا؟ قديشك وحدة ما بتفهم بالحكي يا خانم. مو هذا موضوعنا، المهم هلأ قبلنا. انتي مانك ملاحظة انه امير مانو مبين؟ يعطيكم العافية. الله يعافيك. بتعرف لمين هاي السيارة؟ ايه، سيارة الضابط أمير أفاقيل. طيب ليش تاركها هون؟ ما بعرف، كان بابا والبجاج مفتوح، نحنا كنا بدنا نسحبها، ولما شفنا الرخصة عرفنا أن لواحد من الأمن فتركناها. ايه كتير منيح، بس وينه الضابط؟ إبراهيم تعال، أنت جاهز للمهمة؟ إيه جاهز سيدي. يلا لشوف. حاضر سيدي الضابط. خبروني شفتوا شي تاني؟ لا والله سيدي، شفنا الدخان بس. كان في شي حدا جوات السيارة؟ باين ما فيها حدا. سيدي سيدي، في هون شوال، ولقيت جواته هوية شرطة. تمام، طلع كل هالأدلة معك، وهلا رح نزلك كبل الرافع لعندك، اربط السيارة فيه. بأمرك سيدي الضابط. مصطفى نزل الكبل. ما حبيت خبركم لحتى ما تتوتروا كمان، تحملت كتير بس ما عاد أقدر أتحمل. كان رح يجي على الورشة مبارح مشان يشوف تسجيل الكاميرات، بعدين خبرتني ياسمين إنه مو مبين، بس أنا توقعت إنه بشي مهمة. بابا لما عرف إنه عم نتقابل بالسر تضايق كتير، قال لي رح تخليني أقتل هالزلمة بالأخير. أنا خايفة كتير يكون سوى شي لأمير. الله يبعد البلا عنا. طبعا لما بتصبح بوش هالبومة من على بكير عرفت انه رح يصير شي سيء. ما في داعي لهالحكي الفاضي، خلينا نتصل بمساعده سليم. رح اتصل فيه. لا تتصلي على الفاضي، انا اتصلت بسليم وهو كمان ما بيعرف وينه. طيب الهوية شو إلى شغل هون؟ ما بعرف سيادة النقيب، بس الضابط أمير مختفي من 24 ساعة ونحن ما منعرف عنه أي شيء. والحقيقة لما شفنا أنه سيارته متروكة قررنا أنه لازم ندور عليه. بعرف شو بدك تسألني، ما في ولا جثة بالسيارة. معناتها إذا كانت الهوية طالعة سليمة من السيارة ممكن يكون عايش هلأ. طب وين ممكن يكون هلأ؟
نحن ما قلنا لك بعدي عن ابننا وتركيه بحاله؟ صدقيني لحتى اذبحك اذا صار شيء لابني من تحت راسك. اهدي شوي يا خانم. ليش خير الدين؟ ما سمعت يلي سمعته؟ قايل له بده يقتل ابننا. طالما هالبنت رح تضل حوالين ابني يعني في خطر كتير عليه. هذا قلب الام يا بنتي. لما بيكون الموضوع متعلق بابنها فما رح ترتاح لحتى تشوفه. مو مشكلة، بكفي شوف أمير بخير، وأنا رضيانة اسمع هالإهانة، لأني رح موت من قهري إذا بعرف إنه صار له شيء. خلونا نروح على القسم ونسأل عنه. بابا خبر شرف كمان؟ خليه يلحقنا على القسم. ماشي. لك شو أنت جنيتي؟ أنت شو بدك مني؟ أنا ما بدي منك غير تهتم فينا، يعني فيني وبابننا. ولك أي ابننا هاد؟ هيك ألاعيب ما بتمرق علي. شو مفكرتيني قدامك؟ أنا بحياتي ما لمستك. شلون يعني؟ نسيت الليلة يلي نمت فيها عندي؟ وشو صار وقتها؟ أنا رحت لعندك ونمت على الكنباية. حبيبي شرف، وقتها أنت كنت سكران على الآخر. كيف كنت سكران؟ شو معنات هالحكي؟ لما تعرف أي شيء عن أمير خبرني. إن شاء الله يا خانم، إن شاء الله. إن شاء الله بالسلامة. موبايل شرف مسكر، رح روح على المشتل وخبره. إيه روحي، خبري إنه أبوه قال يلحقوا على المغفر. يلا ترجعي بالسلامة. وينه هالولد؟ إن شاء الله ما يكون صاير له شيء. يسار تعال تعال ابني. أمي، مو ياسمين اللي كانت مع أبي؟ ليش إجت لعنا؟ حلماني فينا من الصبح، قال إنه موبايل أمير مقفول ومن مبارح مختفي. لك لبكت كل العيلة. وين رح يختفي؟ زلمي قد الحيط، بشي مهم بده يكون هيك قليلون. ليش حدا بيسمع كلمتي؟ لا توقف على الباب، فوت لجوا، خلينا نشرب كاسة شاي. خالي فريدة. علي صباح الخير. صباح الخير حبيبي. قبل شوي مر من هون عمو شرف مع شريكته. مع شريكته؟ ايه. اكيد انت غلطان لانه ما عادوا يشتغلوا مع بعض. لا مالي غلطان، وكمان وقعت طاقيتها. خدي انا خبيتها معي. كذابة، حاجتك حكي فاضي. ما صار شي بيناتنا، شو ما بعرف؟ بتحب ذكرك شو صار بالضبط؟ منار هس. هالقصة من تأليف عقلك المريض. عن جد؟ طيب هات كمان كذب. شو هاد؟ لألك. آه لقيتيها؟ مو مهمة، في عندي شي تاني أهم ما رح ضيعه بنوب. وهلأ بدك تسمح لي شرف، مثل ما بتعرف لسه رح نلتقي كتير مشان نحل هالموضوع. ليش اجت لهون؟ مو نحن فكينا الشراكة فلازم نروح لعند كاتب العدل. اجت مشان هالموضوع. وانتي ليش اجيتي من الصباح؟ اخوك امير موبايل من امبارحة، بابا بيقول لك مشان تلحقوا على القسم. اتصلت فيك بس موبايلك مسكر. يعني مسكر المشتل كمان؟ خلص ما في مشكلة، حروح على القسم. يلا